بص ديك يا استاذ فتحي، جرة حية ديك زي ما انت شايف. بص برضه ماشية كده ماشي. المشكلة للحي العبلة ديك كبيرة خالص. امسك كده، معلش حاول بس كده واحدة واحدة. مش عارف نبدأ منين. لا صعب من هنا، هي عمرها اصلا ما تخش هنا ولا هنا ولا هنا. بس واحدة واحدة كده. اصبر ارجع اهي. ارجع بس اصبر اهي. اصبر 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 اصبر. شيل ايديك من على اهو. انت حاطط ايديك على البتاع ده؟ اهو شيلها. لحظة فين؟ تخش فين؟ نبعت المسك من محمود؟ نجيب لا المسك؟ لا لا امسكها بايديا. هتمسكها بايدك؟ هتجل عليها بالمنجرة. ماشي كده تمام. هات الكشاف. بص كده معايا كده، في حاجة؟ أنا سامع صوتها بس. هناك بص بص بص. فين فين؟ هات كده التليفون. هات أنور لك. ثانية واحدة ثانية واحدة. عشان تبقى أنا أوضح. أجيب محمود أديله علامة يجي إشارة. بص الحاج ده. هي هي. هو شيل الكشاف. شيل الكشاف بتاعك. شيل الكشاف بتاعك. إيه؟ المرة دي؟ المرة دي كده أشيلها لك؟ شيلها شيلها كبير شيلها. ها؟ شيلها ماشي. دي الحياة المقرنة طبعا كده. ايه؟ من الثعابين المصرية الخطيرة جدا. سمها جديد وقوي، سم عصبي طبعا. الحياة دي متواجدة في معظم صحراء مصر زي ما انتوا شايفين كده. يا بنت اللذينة، هات كده المنجرة. هو زي ما انتوا شايفين عدت البتاع كذا مرة، ممكن تلاقي سم في البتاع الوقت. كيف التصوير يا باشا؟ دقيقة واحدة. معلش انت في موضع خطر. دقيقة واحدة بس هطلعها. شدها لك. اوعى كده اوعى. بس وشك اوعى. وشك اوعى. وشك اوعى. وشك امسك امسك. صور انت. طيب امسك صور. امسك صور. امسك صور. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. شدها بوشها. شدها بوشها. ثانية واحدة. لحظة واحدة يا باشا. لا مش بدي. دي بس ايه؟ نظام مجرد حاجة كده ايه؟ طلعها بقى حاجة بسيطة ضعيفة جدا كده. هقتلها لو حطيت البتاع دي. اوعى وشك اوعى وشك. حاسب حاسب. اهدى اهدى. اوعى وشك اوعى وشك. شوف ال الحمد لله مسكناها. دي الحياة المقرنة. اهو بقى طلعت سم جاية. شايف طلعت سم منها قد ايه يا بنت اللذينة؟ مش على اليد بقى. ماشي مش عشان بس ما تأذينيش بس. طب هجيب لك حاجة. هجيب لك حاجة. خلاص تمام كده. طبعا زي ما انتم شايفين دي الحياة المقرنة. الحياة المقرنة وهي من اخطر الحيات في مصر. اسمها العلمي كوراستوس كوراستوس. اسمها العلمي كوراستوس كوراستوس زي ما قال الاستاذ سامي. ومتواجدة في معظم صحراء مصر. سمها جديد جدا. سم عصبي. سم قاتل. قاتل. ما انصحش حد يتعامل معاها. حتى الناس اللي بتشتغل في صحراء وكده لازم تدي لنفسها يعني تعمل السيفتي الكامل عشان ما تتأذيك من حاجه زي كده. ولو حصلت لحظه لدغان او اي لحظه، يعني انت لو اتلدغت وكده، لازم تعمل الوقايه الصحيحه اللي هي تصور الثعبان اللي لدغك تمام. ولو لابس خواتم او اي حاجه. عن قرب اهي خالص. لو لابس شكلها طبعا رهيب رهيب فظيع مخيف. يعني بنحذر التعامل معاها لأقصى درجة ممكنة.
ولو انت ودي مقرنه خدوا بالكم، لو شفتوا كده في فوق كده على سطح او على ظهرها من فوق في قرنين اهم، ودي من اخطر الحيات زي ما قال الاستاذ سامي. الاستاذ سامي طبعا هو هيفضي لكم بالشرح كويس يعني، اتفضل. وطبعا في نوع من الحيات اخطر من ده اللي هي اسمها الحيه الغريبه، دي بتعد اخطر ثعبان في مصر، او اسمها حيه السجاد المنشريه. تمام. اما بالنسبه للحيه دي زي ما قلت لكم، لو لدغت حد لا قدر الله او اي ثعبان كان يعني يلدغ انسان، لازم تصوره تبعتها لحد متخصص، اذا كنت هتبعتها لي على الصفحه الرسميه بتاعتي او هتبعتها لاي حد طبعا متخصص وفاهم في الحاجه ديك. تمام. وبعد ما تصورها لو لابس خواتم ولا اي حاجه في ايدك تجلعها فورا، لانها بيحصل زي نظام عمليه انتفاخ في الجزء المصاب، فممكن لا قدر الله يعني الخاتم ولا كده يعمل كارثه اكبر. تمام. وتروح على اقرب مصحه، يعني توصل اقرب مصحه هو هيقول لك المفيد وان شاء الله يعملوا الاجراءات اللازمه وهتقوم بالسلامه. شكرا. ان شاء الله. شكرا. شكرا.